معروف في فتوة الفتنة التي حدثت في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، حين حصر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في داره، نعم بدأ يطلع عندنا تصور لنطلق عليه هكذا مجازا، فكرة القميص، نعم أن هناك من جاء وقال لعثمان رضي الله عنه إن هذا قميص قمصك الله إياه، ونهى عن نزعه والقبول ب ترك الخلافة، ثم أن هذا القميص مثل هو رمزية الثأر ممن قتل عثمان رضي الله عنه. نعم هذه الفكرة تتماهى نسبيا مع فكرة الوصية، أن هناك وصية ويجب التعلق فيها والإيمان فيها، وأنها هي التي يجب على المسلمين والمؤمنين أن يتبعوها، وكأن هناك تنصيب إلهي. نعم طبعا هو جزء من التفسير ان هذه الخلافه والبيعه هي تنصيب الهي، نعم وجاءت ثم فكره ان الامامه تنصيب الهي. نعم فالقول بان الامامه تنصيب الهي، هل تتماهى مع فكره ان الخلافه تنصيب الهي، وتحديدا ان القول بالجبر ذاع وشاع في فتره الخلافه الامويه؟ نعم فهل صحيح هي نوع من ردة فعل؟ أيضا نحن نرجع لفكرة وجود أفكار كردات فعل على السلوك السلطوي في تلك المرحلة. لا أدري بالضبط إذا كانت ردة فعل، ما أعتقد ردة فعل هي حسب قراءتي يعني، وإنما الرواية المنسوبة لعثمان بن عفان هي في ابن قتيبة يذكرها، فقط ابن قتيبة يذكرها، أنه عندما طالب الثوار من معاوية الاستقالة هو رفض الاستقالة وقال أني لن أنزع قميصا ألبسنيه الله تعالى، يعني أن الخلافة جت من الله فأنا ما أستقيل، وهذا ما عقد الأمور، يعني ما في ملجأ لا محكمة تبت في بين مطالب الثوار وبين مثلا موقف السلطة الحاكمة، وبالتالي حدثت الفتنة وحدث القتل المؤسف يعني. هذا حدث بعدين في زمن معاوية، في نصوص كثيرة أنا ذكرتها في كتابي تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية، أن هناك نصوص كثيرة، معاوية كان يقول الخلافة قدر من الله تعالى، الله أعطانا الخلافة هذه، وعموم الأمويين كانوا يروجون لهذه الفكرة الجبرية، أنه هذه الخلافة مو بيدكم، الله أعطانا الحكم والخلافة. هذه نظرية موجودة عند الأمويين، ولكن الإمامية الذين اخترعوا الفكرة تطوروا، يعني أنا ما شاهدت عند تطور الفكر الإمامي أو ولادة الفكر الإمامي استناد إلى قصة القميص أو رد فعل عن القميص أو ما شابه، لأنه السياق اللي حدث في نشوء الفكر الإمامي في القرن الثاني الهجري، عندما كان الأمويون يقولون ويطالبون الناس بالطاعة المطلقة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة مطلقة في الحق والباطل، ما تسألون حق كما يفعل الحكام اليوم في كثير من البلاد العربية، أنه عليكم الطاعة لنا بدون جدال بدون نقاش، شنو نأمركم يعني بأي موقف بأي سياسة بأي قرار، عليكم الطاعة والتنفيذ. فهؤلاء المتكلمون الإماميون في القرن الثاني بدايات القرن الثاني الهجري، هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي ومؤمن الطاهق ومجموعة، كانوا يقولون كيف الله يأمرنا بطاعة الحكام طاعة مطلقة وهم قد يأمرونا بمعصية الله، فإذا نحن أطعناهم عصينا الله، وإذا عصيناهم أيضا عصينا الله، يعني هم بلعوا الطعم الأموي أنه طاعة أولي الأمر طاعة مطلقة، هي ليست مطلقة هي نسبية، طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله وليست طاعة مستقلة نطيع الحكام مثلا طاعة مطلقة. فهؤلاء المتكلمون الإماميون عندما ينظرون للإمامة نظرية الإمامة الإلهية يقولون إذن ماذا نفعل؟ إذن يجب أن يكون الحاكم معصوما حتى لا يأمرنا بمعصية، قالوا هذا واستنتجوا هذه الفكرة. وعندما قالوا بهذه الفكرة طرحوا سؤال آخر،
قالوا إذن كيف نعرف هذا المعصوم من غير المعصوم؟ إذن بالشورى لا يمكن معرفته لأن لا توجد علامة في وجهه. فإذن الله سبحانه وتعالى يجب أن يعلمنا من هو المعصوم. فقالوا بنظرية النص، أول شيء قالوا بالطاعة المطلقة، ثم قالوا بالأسماء، ثم قالوا بالنص، ثم قالوا طيب كيف نعرف هؤلاء المعصومين في السلالة العلوية الحسينية استمرت. فهي يعني مراتب ودرجات في نشوء الفكر الإمامي الذي وصل إلى طريق المسدود وانتهى، يعني وكان تنظير بعيد عن أهل البيت، وكان تنظير سري باطني في محاولة لإسقاط هذه النظرية على هذه السلالة العلوية الحسينية. يعني أستاذنا، أنت لا ترى أن هناك أي ارتباط بين فكرة القول بالجبر بشكل ما والقول بالوصية أو القول بالإمامة الإلهية؟ لا، هي أو حتى لو تقاطع فكري، يعني من الدوافع، يعني نظرية الجبر ونظرية الطاعة المطلقة الأموية. حتى ابن تيمية يقول كان معروف في الشام الطاعة الشامية، الطاعة المطلقة. نعم. الشامية عن أن شيء غريب، هو يستنكر هاي الشيء ويتعجب منها كيف كانوا يعني يطيعون. هاي الثقافة كانت موجودة في زمن الأمويين، يعني هي آل ردود أفعال الصير، يعني هي ردا على فكرة الطاعة المطلقة نشأ الفكر الإمامي.